محمد زهران قناة سي بي سي. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. يعني هناك توجه لدى الدولة المصرية ورؤية واضحة من قبل القيادة السياسية، فكرة الاهتمام بذوي الهمم وتمكينهم وإشراكهم في مختلف المناحي داخل المجتمع المصري، وبالتالي كان هناك اهتمام بالغ من قبل القائمين على هذا المهرجان، لا سيما الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بالاهتمام بالأنشطة والفعاليات الخاصة بذوي الهمم، بالإضافة إلى تخصيص أماكن خاصة لهؤلاء. السؤال، هل هناك خطة أو رؤى لدى وزارة الثقافة المصرية لإشراك ذوي الهمم في مختلف الفعاليات الثقافية داخل الدولة المصرية وداخل المحافظات المصرية؟ شكرا لحضرتك. مرسي جدا السؤال ده، شكرا. الحقيقة أنا هقول لك على حاجة، هم نسيج مجتمعي موجود جوه مصر، والحقيقة أن هم لا منص أن هم يندمجوا في المجتمع المصري وبشكل مكثف جدا. في نسبة كبيرة جدا عندهم قدرات إبداعية وفنية غير عادية، في نسبة كبيرة جدا منهم عندهم قدرة كمان أنهم يدوا الدفعة في الشكل الفني والثقافي، ولكن هو محتاج برضو حاجة مهمة جدا، وخصوصا المحركين الثقافيين القائمين على استقبال ذوي الهمم، أنه هو يقدر يحدد إيه نوعية أنا آسف الـ disability أو الشيء غير مهاري اللي يقدر يمارس به النوعية الثقافية أو الفنية، لكن هي مش نمط واحد. واللي كان بيحصل قبل كده ان هو كان بتحط زي قاعده عريضه كده، خط كده من بتاع ان هو لو ده عنده خلاص يبقى مش هيمارس ده، لكن لا طبعا هي بقتش كده، هي لازم يتعمل له ايفالويشن او تقييم لكل حد على شكل فردي، اللي ينفع هنا هو كاعاقه مثلا معينه او نوع من التقصير معين بيحصل ممكن يستقبله نوع تاني من الرافض الفني او الوسيط الفني التاني بيكون فيه محبب جدا. يعني انا مثلا من الفنون التشكيليه، طبعا الفنون التشكيليه هيبقى صعب مثلا على نوعيه معينه او فئه معينه انها تمارس، لكن هو يمارس النشاط ده في وسيط تاني اخر. فعمليه التقييم ديت انا شايف ان دي المفتاح الاساسي لذوي الهمم، ان هو يقدروا يندمجوا وانهم ينسجوا لنفسهم قدرات ابداعيه فنيه جوه الاماكن الثقافيه بتاعتنا، فبالتالي محتاجين يتحط لهم زي نظم محدده، زي مقترح كامل لاستقبالهم، عمليه التقييم بتاعتهم، وبالتالي يندرج تحت الجزء اللي هو ممكن يساعد انه يظهر فيه بشكل افضل بكتير قوي. فانا الحقيقه ضد عمليه التوحيد، ضد عمليه انه يتحط لهم لائحه واحده. انا من خلفيه اكاديميه، فكنا حتى بنستقبلهم بشكل مفرد، ان كل واحد يتعمل له زي اسسمنت لوحده خالص ويتشاف ايه القدرات بتاعته، ايه المجالات الدراسيه اللي ممكن يستقبله فيها. فاعتقد الفكره دي تنسحب برضو على المجال الثقافي بتاعنا، محتاجين اعاده التقييم ده، ومحتاجين يدرسوا حالات فرديه لكن مش بالتعميم. مساء الخير يا دكتور. طارق ابراهيم، جريده الاهرام. دكتور، حضرتك من شويه زرت الملتقى، ملتقى فتيات اهل مصر. كنت عايز اعرف رؤيه حضرتك وراي حضرتك في الملتقى ورؤية حضرتك للفترة الجاية بخصوص مشروع أهل مصر. أنا لابس الكوفية بتاعت أهل مصر. الحقيقة أن ملتقى أهل مصر إضافة رائعة، مش مجرد بس أنه تجمع عدد من الفتيات أو عدد من الفئة موجودين في مكان واحد وبيقوموا بالتجمع في مكان لطيف على شط البحر وبعد كده الموضوع بينتهي، لكن هو ملتقى في الأساس لتبادل والتكاملية ما بينهم من بعض. ما أنا عارف إن هو محافظة تحددية، والله عارف، لكن هو الأساس كله إن إحنا النهاردة قابلنا ناس من مرسى مطروح، قابلنا ناس من سيوة، قابلنا ناس من العريش، قابلنا ناس من البحر الأحمر. ده لن يتسنى إلا لو كان في الملتقى ده موجود هنا في المكان ده، وهي بؤرة واحدة، وعاء واحد بيتحط فيه كل المجموعة البشرية ديت من الناس، الفئة ديت معينة، وبينصهروا مع بعض. والانصهار ديت احنا كلنا عاصرنا ده واحنا كنا شباب صغيرين، كله بيتكلم مع بعض. عملية الحديث نفسها وتبادل الآراء ديت، تبادل الرؤى ديت لوحدها بتعمل حراك، الحراك ده مغذي جدا للفئة دي من العمرية اللي في السن ده كمان. بيبتدوا يتبادلوا الآراء مع بعض، بيبتدوا يعملوا أعمال ممكن ثقافية أو فنية مع بعض، الوحدة ديت أو اللحمة ديت بتنتج في الآخر إفراز غير عادي الحقيقة على المستوى الاجتماعي وعلى المستوى الفني وعلى المستوى الحضري كمان. فإحنا بنثمن جدا التجربة دي وبنثمن شكل الكوفية بتاعتها. معالي الوزير، استاذ عمرو الفقي، بنرحب بحضراتكم. وخليني يعني أبدي بشكل شخصي، انا شرمند الدسوقي من قناة دي أمسي.
مدى إعجابي بكل الفعاليات الثقافية بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، لأنه حقيقة على أرض الواقع هي ليها دور كبير جدا داخل الفعاليات، وإحنا مبسوطين بيها قوي واستمتعنا بيها خلال الفترة اللي فاتت ومنتظرين كمان الفترة اللي جاية منها. لكن وزارة الثقافة، خليني أسأل حضرتك، الفترة اللي فاتت تم إطلاق مبادرة القوة في شبابنا، وكان تقريبا هدفها هو التبادل الرؤى والحوار الثقافي بين الشباب. كنا عايزين نعرف من حضرتك ازاي قدرت الوزاره انها تتاكد انه تم تحقيق الهدف المرجو من المبادره، وازاي بتتابعوها لحد دلوقتي؟ شوفي اقول لك على حاجه، هو اي مبادره لها محطات تقييم مؤسسي بتحصل في المنتصف او في الربع الاولاني بتاعها او في النهايات بتاعتها او المخرج نفسه بتاعها في الاخر. والتقييمات ديت الحقيقه القائمين على الامر بيقوموا بعمليه التقييم المبدئي عشان نقدر حتى نشوف في النص او في الاول احنا نقدر نقوم الامور ازاي، او ندي الجرعات بتاعتنا ازاي في الناحيه ان كانت ناحيه فنيه او ثقافيه او حواريه او حتى الاتجاهات الفكريه اللي موجوده في المكان. الحقيقه ان احنا عندنا في جوه وزاره الثقافه ايمان كبير جدا ان احنا مش بنصير المنتج بتاعنا، بمعنى ان احنا مش بنديله زي تيمه معينه او نقطه معينه حواريه وان هو يفضل شغال في نفس النقطه ديت او في نفس المجال ده في الحوار ده. ده معناها ان انا بقلص جدا الدور الابداعي والدور الفكري، خصوصا من شباب لسه جديد خالص موجود جوه مصر. احنا بنديله التيمه ديت، والتيمه ديت متاحه جدا للبرين ستورمينج، ومتاح جدا ان هو يحط كل الاضافات الفكريه بتاعته، وبيطلع في الاخر مخرجات. المخرجات ده بنقيسها وبنقول ان كنا مظبوطين، احنا ماشيين مظبوطه ولا لا، طب الناس دي بتفكر ازاي، التقييمات بتاعتها بتتعامل نفسها كشكل احصائي في الاخر خالص بيطلع منه نتائج، النتائج دي نقدر نبني عليها. وبالتالي بنرجع تاني بعد ما نطلع النتائج دي بنقول والله كل قطاع جوه الوزاره ادي النتائج اللي احنا طلعنا منه بالحوار ده، لو سمحت اشتغل على الحدوته ديت، وانت اشتغل على الموضوع النقط ديت كلها. بالتالي الشكل ده احنا بناخد من الناس وبنطلع للناس تاني. مفيش حاجه اسمها هيئه تحرير معينه هي اللي بتضيف عليكي طريقه التفكير معينه او نسق معين في التفكير ده، لا خالص، هو من الناس احنا بنعمل له زي اعاده صياغه تاني وبنرجعه تاني بنقوله ان احنا طلعنا بيه نتائج. فده شيء مهم جدا الحقيقه. حتى النتائج لو احنا عايزين لها حلول في الاخر برضه هتطلع من عندهم هم، برضه في الاخر هم بيمتلكوا كل زمام الامور عندنا.